كما حصل الزميل وسام بريدي على تكريم كأفضل إعلامي لبناني لنفس العام. التكريم هو شيء معنوي، وقت بينعطى للشخص بخليه يكون عنده حافز أكبر. أنا وام تي في واحد عم نتكرم سوا، فهيدي المحطة هي بيتي، ومن زمان بتستاهل التكريم، لأنه محطة ام تي في هي رائدة مش بس بلبنان، رائدة بالعالم العربي، لأنه فيها رؤية، فيها استراتيجي، فيها ناس عم يشتغلوا، عم يتعبوا، عم يعرفوا كيف يوصلوا الصورة اللي لازم توصل عن الإعلام العربي.